بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هو السؤال الملح اليومين دول طبعا من الأمهات كلها، إزاي يا دكتورة أقوي مناعة ابني؟ اليومين دول هو اليومين بتوع المكملات الغذائية. مكملات غذائية يعني إيه؟ يعني أدي الطفل الحاجات اللي محتاجها عشان تقوي مناعته، ابتداء من إحنا قلنا فيتامين دي والزنك والفيتامين سي والفيتامين اي كمان على فكره يدخل، ومجموعه الفيتامين ب مركب، بالاضافه ان الحاجات دي بتفتح الشهيه برضه. يعني الطفل اللي هو ما كانش بياكل وانا اديته المكملات الغذائيه هتبص تلاقيه فعلا اقبل على الفاكهه والخضار واللحوم والحاجات اللي احنا كان معرض عنها في الاول. ايه اللي بيقلل المناعه؟ الحاجات المصنعه، اللحوم المصنعه يفضل نبعد عن الطفل ايه ان هو ما ياكلهاش طول النهار. إذا حد في البيت بيدخن، التدخين السلبي ده بيأثر على مناعة الطفل. برضو الحاجات اللي بتقلل المناعة، إحنا قلنا قلة النوم طبعا، والإشاعات المختلفة اللي بتيجي من الراوتر، وبالتالي أطفال هم نايمين نبعد الراوتر عنهم ونبعد التليفونات والموبايلات. الزنك بيعمل إيه؟ بيقوي المناعة، بيساعد الخلايا المناعية إنها تشتغل بسلام، بيحافظ على الجدار بتاع الخلايا المناعية، وبالتالي ليه دور قوي جدا في مكافحة الفيروسات بالذات. كل الأطفال اللي جالها نزلة معوية، اللي جالها نزلة برد، اللي جالها نزلة فيروسية، اللي جالها كحة، بنديها زنك. ودي ابحاث ودوكيومنتد، والمنظمه العالميه للصحه بتوصي بيها ان الطفل اللي جاله نزله برد شديده او التهاب رئوي ده بياخد زنك لمده 15 يوم. طبعا لما نتكلم عن المناعه بقى بتاعه الاطفال البيبي، ما ننساش ابدا الرضاعه الطبيعيه. الامهات اللي بترضع طبيعي دي يعني تعتبر ان هي عندها كنز في جميع الحاجات دي. وبرضو الامهات اللي بترضع، على فكره انا دايما بكتب للام والطفل الفيتامينات، والاساس في المواضيع دي كلها الطفل لما انا باسسه كويس في السنتين الاولانيين من عمره بيفضل طول حياته طول عمره مناعته كويسه.